السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين حول الحوثيون اللصوص الجدد الثراء غير المشروع. لا أحد يدفع ثمن هذه الحرب أكثر من المدنيين وخاصة الفقراء والبسطاء، فيما يعتبر تجار وأمراء الحروب هم الأكثر استفادة من هذه الأوضاع. أفرزت الأحداث طبقة جديدة من التجار التابعين لميليشيات الحوثي استثمروا حالة الحرب والفوضى وانتهزوا حالة العوز والاحتجاز والاحتياج لدى الكثير من أصحاب الأعمال والتجار، لا سيما والتقارير تتحدث عن هجرة ما يربو عن 70% من رأس المال الوطني، فضلا عن حاجة الناس لضروريات الحياة التي أصبحت مقاليدها بيد قيادات ميليشيات الحوثي. في الأثناء برز فجأة وخلال شهور تجار جدد استغلوا توقف الإنتاج الحكومي وغياب أو هجرة التجار وجعلوا من أنفسهم بدائل فرضتها حاجة الناس لضروريات صارت أبرز في الحياة وأهم هذه الخدمات سيطرت عليها ميليشيات الحوثي. بيدهم الغاز وبيدهم البترول والمشتقات النفطية إضافة للكهرباء ومشاريع المياه ومختلف القطاعات التجارية. على سبيل المثال تشير الأرقام إلى نهب الحوثيين لأكثر من 500 مليار ريال من قطاع الاتصالات والإنترنت فقط، فيما تكسب مليارات من التجارة غير المشروعة في مجالات كالصرافة والاستيراد. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش وسائل وطرق الكسب غير المشروع الذي تمارسه ميليشيات الحوثي وقياداتها منذ انقلاب سبتمبر 2014. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الأستاذ الصحفي حسين الصوفي، وسيكون معنا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، ومن مكة المكرمة الكاتب ثابت الأحمدي. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الأستاذ حسين الصوفي. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ بشير. أهلا بك أستاذ حسين. في البداية، كيف تتابع استغلال الحوثيين منذ الانقلاب والحرب والأزمة في اليمن لفتح الأسواق السوداء، لاستغلال التجارة ورأس المال والتحكم به في صنعاء والمحافظات التي تخضع لسيطرتها؟ هو موضوع حساس هذا الذي تطرحونه اليوم، وأعتقد أنها تلخصها إجابة أحد الذين عادوا من صنعاء أو وصلوا من صنعاء إلى مأرب. سألته حينما وصل إلى هنا كيف وجدت صنعاء، قال أصبحت صنعاء منقسمة قسمين، قسم أصبح يشبه المقبرة وقسم آخر أصبح يعني كأنها ضاحية جديدة نشأت في صنعاء. ينام الناس الصباح ثم يصحون، ينام الناس في الليل عفوا ثم يصحون في الليل على مباني شاهقة وعمارات جديدة وأسواق وغيرها من يعني المظاهر الثراء الفاحش، وهذه تلخص ربما الصورة الإجمالية لما يعاني الشعب اليمني جراء هذه العصابة التي نهبت كل شيء. وكما أسلفتم أنتم في المقدمة أستاذ بشير أن التقرير لجنة الخبراء كشف أن الحوثيون يعني ربما في النصف أو في الربع الأول من 2018 بلغت إيراداتهم التي الغير ضريبية أكثر من يعني حوالي 500 مليار ريال يمني، والإيرادة الضريبية بلغت أكثر من يعني قرابة المليار، يعني هنا نتحدث عن 6 مليار ريال يمني، وهذه كلها ربما تصرف لرواتب الموظفين لأكثر من 3 أو 4 سنوات. وهذا هو ربما يعني هذه فقط من جزئية واحدة التي تحدث عنها تقرير لجنة الخبراء. وإذا تحدثنا عن كثير من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني مثل السوق السوداء، مثل البيع الغاز حيث يتم مثلا توريده كما تقول المصادر الرسمية هنا في مأرب أنه يتم بيع الغاز ضمن السعر الرسمي لكل محافظة الجمهورية ب 1250 ريال، بينما هم يتم بيعها هناك في الأسواق صنعاء بأكثر من ربما تصل إلى 8 إلى 10 ألف ريال، ولا تزال أيضا غير موجودة. هذه إضافة إلى ما يقومون به من يعني اختطاف الناس ثم الإفراج عنهم كما
يقول الشهود الذين يتم الإفراج عنهم أنهم يبذلون يعني مئات الآلاف، بعضهم يقول أنه بذل أكثر من 2 مليون ريال حتى تم الإفراج عن ابنه. هذه كلها التجارة التي يقوم بها هؤلاء المجرمون وهؤلاء اللصوص كما وصفتموهم، هي جرائم يجب أن توثق وأن تلقى يعني عمل توثيقي وعمل أيضا قضائي حتى يتم محاسبتهم ومحاكمتهم على نعم. هذه الجرائم بحق الشعب اليمني. نعم أستاذ حسين، إذا تحدثنا عن أبرز يعني الطرق التي من خلالها ميليشيات الحوثي تعمل على كسب كل هذه الأموال، يعني لا شك أنها نهبت ما يقارب 5 مليار دولار من البنك المركزي وقامت يعني باستغلاله لصالح ميليشيا، لكن الآن مصادر الدخل الأخرى أين تكمن؟ مثلا في النفط، في الغاز، في المواد الغذائية، في أي قطاع تتركز بصورة أكبر؟ يعني الحديث عن نهب كل شيء، يعني نحن نتحدث عن كل إمكانيات الدولة، كل يعني مصادرها، مصادر الدخل التي كانت للدولة بشكل عام، سواء كانت الإيرادات يعني اللي تعتبر السيادية والتي كانت عبر مثلا شركة الاتصالات وشركات الاتصالات بشكل عام، سواء كانت والإنترنت وغيرها من الضرائب والجمارك أيضا الآن، والدفاع المستميت الآن على ميناء الحديدة وغيره، هذا كله من الجرائم التي ارتكبت في حق الموارد الاقتصادية والشريانات الاقتصادية للدولة اليمنية بشكل عام، للمواطنين بشكل عام. إذا دخلنا في تفاصيل سنجد أنهم نهبوا كل شيء، كما ذكرتم أيضا الذي نهبوه العملة الصعبة التي كانت في البنك المركزي والتي ساهمت في، وربما هذا يعود إلى رأي الخبراء الاقتصاديون، ولكن هذا أصبح واضحا أن الانهيار العملة جاء نتيجة العبث بهذه الاحتياطات التي كانت في البنك المركزي اليمني في صنعاء. لكن إن تعمقنا في الجانب الإنساني وإن تحدثنا عن الاحتياجات الملازمة للشعب اليمني والتي هي من الضروريات بمكان، التي لا يمكن لأحد لديه ذرة من إنسانية أو ضمير أن يمسها، مثلا الذين يموتون مثلا من مرضى الفشل الكلوي، هؤلاء احتياطات ما كانت لديهم موازنة لا تزال في وزارة الصحة إلى وقت قريب، وكانت ربما تكفي إلى أكثر من 3 سنوات منذ الانقلاب، يعني التي اعتمدها صخر الوجيه ابان كان يشغل وزيرا للمالية، أيضا مرضى السرطان نحو أكثر من 800 مريض من مرضى السرطان، هؤلاء كان صخر الوجيه قد اعتمد لهم يعني علاج الجيليفيك الذي هو علاج لمرضى السرطان لعام 2019، يعني اعتمد نفقات هذه الجرعة العلاجية لهؤلاء المرضى إلى 2019. منذ أن تولوا السلطة في صنعاء ومنذ انقلابهم قاموا بطرد كل هؤلاء المرضى ولم يصرفوا ريالا واحدا لمرضى السرطان، وهذه شهادة موثقة من قبل مرضى السرطان، بعضهم توفي نتيجة عدم استطاعته على شراء العلاجات، بعضهم أيضا من مرضى الفشل الكلوي لا يستطيعون الآن مواصلة العلاج، وبعضهم قد توفي أيضا، وهناك حالات تم رصدها وأيضا انتشرت الأخبار في وسائل الإعلام، ووثقت كل هذه الجرائم. هذه الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعة بغرض الثراء الذي تصفونه أنه ثراء غير مشروع، هو كذلك يقوم به بعض من يسمون بالمشرفين، لا يجدون أحد يحاسبهم ولا يخافون لا من حساب ولا من عقاب ولا من رقيب، ولا يضبطهم لا قانون ولا تضبطهم حتى إنسانية، يعني هؤلاء فقدوا كل معايير الضمير والإنسانية، واليوم نعم. يتحججون بأن هناك للأسف الشديد يعني هناك أحيانا تواطؤ دولي، وبات مفضوحا لأننا كنا نتحدث عن مرضى الكوليرا وغيرها ولم يتم عمل شيء لمرضى الكوليرا، ولم يتم أيضا مساءلة الحوثيين لماذا نهبوا مخصصات الصحة التي كانت لهؤلاء المرضى. طيب ابقى معي أستاذ حسين ونشرك معنا في الحديث من تعز الأستاذ المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أخي. مرحبا بك أستاذ. كيف تتابع الثراء السريع والمفاجئ لميليشيات الحوثي وهوامير السوق السوداء التي أنتجتهم ميليشيات الحوثي منذ الانقلاب حتى اليوم؟ يبدو أن هناك خلطا في المفاهيم، أو أن البعض لا يدرك تاريخ هذه الجماعة وتاريخ التقدمات التي كانت تحدث منذ أكثر من 600 سنة، من صعدة باتجاه المناطق الأخرى، كانت جماعات للفيد والنهب تبيع كل شيء. كان آخر إباحة هي إباحة صنعاء عام 1948 لنهبها،
اليوم تمارس الجماعة نهضة منظم لكل شيء، تحولت صحجة إلى مستودع جرى فيه نهضة الجمهورية اليمنية، نهب ما اكتسبه اليمنيين فيما يزيد على يعني ثلثي القرن ما اكتسبه الناس. اليوم أهيد بشكل كامل أن يتم نهب احتياطي البنك المركزي، أن يتم نهب أموال التأمينات، أن تتم نهب رواتب الموظفين، أن يتم الاستيلاء على الإيرادات، تم إنتاج مؤسسات غير المؤسسات، تم الاستيلاء على أراضي، تم بيع وتم سطو وبيع من لا يحترم البشر، لا يحترم حقوقهم. بالمقابل هذه الجماعة جماعة غجرية تمارس النهب والاستيلاء بشكل عام بدون أي، لا تحترم الحق، هي لا تحترم حق الحياة أولا، ثم عندما يضح حق الحياة تضح بقية الحقوق، الحق المادي وبقية الحقوق التي تدعاها. هذه الجماعة مارست سطو منظم تحت يافطة تساهل معها الجميع أو بعض من الأطراف التي كانت حلفاء هذه الجماعة أو تمنوا أن تكون هذه الجماعة جماعة سياسية. هذه الجماعة في الأصل شعارها الموت، يبدو نعم. أن هناك خطر حتى في تقييمنا، جماعة شعارها الموت، من شعاره الموت وانتحاري وقوة نهب، وهذا أساسا خصما للحياة. نعم شعارها الموت أستاذ عبد الهادي، لكنها في المقابل تقوم باستغلال كل موارد البلد من ضرائب، من مشتقات نفطية، من مواد غذائية، حتى مواد الإغاثة التي يعني يتبرع بها العالم لليمنيين يقومون بمصادرتها وبيعها. يعني كل هذه الثروة إلى أي مدى ممكن يعني يستمر هذا الثراء بالنسبة للميليشيا الإنقلابية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها؟ يبدو أننا أمام مشهد مختلف بالنسبة لما يخص الإغاثة. هذه الجماعة نمت وتطورت من هذا البرنامج، كانت فيما قبل 2011 منذ نهاية ما عرفت بحروب صعدة والحرب الأخيرة، أنزلت هذه الجماعة مجموعة كبيرة من المنظمات التي تبعها، وكانت تحكي للناس وقيدت كشوفات بأن لديها حوالي ما يقارب 300,000 نازح ولاذع ومهجر، وهو كلام غير صحيح. وظلت تستهلك منذ تقريبا 2005 حوالي نصف اعتماد مكتب الغذاء العالمي المخصص لليمن، والذي كان يقدر بحوالي 600 مليون. كانت تذهب الى مخازنها. توسعت هذه الجماعه عبر الاغاثه بشكل عام وعبر تواطؤ عدد كبير من المنظمات المحليه التي شكلت نوعا من التحالفات على مستوى مجموعه من المنظمات ذات المرجعيه الشيعيه في العراق وسوريا ولبنان وحتى في البحرين والكويت، وبعض المنظمات ايضا الخليجيه ومنظمات من المغرب وتونس، وهي مشكله لوبي كبير جدا وقوي جدا فيما يخص المنظمات. والى اليوم لا زال هذا اللوبي خالدا بدليل ان هناك عددا من نقل مكاتب الامم المتحده الى عدن. هذا جزء مما يظهر بشكل مباشر وغير مباشر لماليه الانقلاب، اضافه الى ما صادرت كل شيء داخل البلد. عندما دخلت صنعاء كان يطلب الكتاب والصحفيين انها نهبت كل ما يلمع، كل ما قابل للانفجار من الاسلحه وكل ما يلمع من المعادن من النحاس وباتجاه الاعلى. نهبت كل شيء، صادرت الجمهوريه اليمنيه، من صادرت إرادة الشعب اليمني بأكمله، من صادر إرادة الناس المال بالنسبة له ملحق. هناك نظرة استعلائية هم ينظرون أنه لا يجب أن يكون هناك مالك سوى هذه الجماعة التي تسمي نفسها بقناديل. نعم طيب أستاذ عبد الهادي، يعني لا شك أن يعني مثل ما تحدث يعني حتى هذه المنظمات وهو عمل ممنهج، وهو ربما هذا نهج الميليشيا من زمن مثل ما ذكرت أنت، و يعني تدللت بما كانت تقوم به الميليشيا على مر التاريخ. لكن الآن هذه الأموال وهذه الجبايات التي تفرضها ميليشيات الحوثي وتدعي بأن البلد محاصرة والبلد يعني، وأيضا يفرضون حتى الإتاوات من أجل المجهود الحربي، كل هذه الموارد ألا تكفي لكي يعني يترك اليمنيين على الأقل للبحث عن قوت حياتهم؟ لماذا يصرون على فرض الجبايات رغم أن اليمنيين بلا رواتب، بلا عمل، بلا أشغال 3 سنوات تحت وطأة الحرب وتحت الإتاوات واللصوصية التي تفرضها ميليشيات الحوثي؟
هذه الجماعة تدرك تماما أن بقاء الناس فقراء جدا وبالكاد يحصلون على ما يقتاتون عليه هو السبيل الوحيد لاستمرارها في الهيمنة عليهم. من يتابع تاريخ الجماعة والتقدمات السلبية يدرك أن هؤلاء لم يكونوا يتقدموا على لم يكونوا أي يستطيعون التقدم على المنطقة الغربية ومنطقة ما نسميها في الأمطار أو الجبال الغربية من الهضبة اليمنية هذه المناطق الزراعية المنتجة لم يكونوا يتقدمون إليها وإلى بقية المناطق إلا تحت عاملين. الأول هو الحروب الداخلية، يتم إشعال عشرات من الحروب الداخلية بين القبائل والمكونات بحيث يتم تفتيتها ويتم السيطرة عليها، والعامل الثاني هي المجاعات. لم يحدث أي تقدم لمنظومة الأئمة سوى تحت رحمة هذين العاملين، ولذلك كان يفرض سيطرة قوية بناء على العاملين، وأحيانا ما كان هذان العاملين يجتمعان معا، المجاعة والحرب الأهلية. هذه أحد الأسس التي تعتمد عليها هذه الجماعة للبقاء والسيطرة والتحكم، وبالتالي لم تترك شيء، سوف تسيطر على كل شيء، سوف تستنزف البلد إلى أقصى حد ممكن، لكن في المقابل هي الآن تطرح صعدة كمنطقة لتخزين هذه الإمكانيات والموارد، وفي حالة سقوط هذه الجماعة سوف تنهب صعدة من قبل القبائل بشكل عام كما نهب هؤلاء بقية المحافظات الجمهورية وجمعوها إلى صعدة. نحن سوف نعيش حالة نهب ونهب الحفاظ، هم أشاعوا هذه اللغة، وبالتالي كما قال أبو بكر المذكور عند حديثه عن أبو بكر المذكور الثاني حكمنا عليه حكمه على فاتلنا. وبالتالي هذه العملية سوف تقوم مردودة، من سن سنة هو من يتجرعها أو تعود نعم. عليه. وعامل العامل الأساسي أي أن المناطق المحيطة بمحافظة صعدة بدءاً من محافظة عمران حتى الجو، وقد تمتد المسألة من عدن إلى الغالع إلى سعد إلى مارب، بقية المناطق التي تعرضت للنهب وصودرت رواتب الناس بعد أيام تدفع الثمن، أرادت أم لم ترد لأنها تناهت مع هذا الاغتصاب وهذا النهب، وأنها سوف يبحثون عن من يريد النهب. نعم. طيب أستاذ عبد الهادي تكرم بالبقاء معي وأيضا الأستاذ حسين الصوفي، نذهب الآن لمتابعة هذا الاستطلاع الميداني عن الميليشيا وآراء الناس حول طرق الكسب غير المشروع التي دائما ما تمارس ميليشيات الحوثي وتفرضه على الناس في المحافظات الخاضعة على سيطرتها، ومن ثم نكمل الحديث. الحوثيين تحولوا، كانت يدعوا بالمظلومية الزائفة، والمظلومية هذه كانت كذبة وغطاء، وأظهروا لصوصيتهم لقد كانت من بوادر الأزمة الخيرة الوحيدة الحسنة الوحيدة للأزمة، إنها أظهرت لصوصية الحوثيين. الحوثيين لصوص بكل ما تعنيها الكلمة، لم يكتفوا بنهب الشعب اليمني بقوة الشعب اليمني، لم يكتفوا بنهب التجارة اليمنية بمعيشة الشعب اليمني، الغاز أعدموه لأنهم يتحكموا في مصادره، كل الثروة تحكموا فيها في أيديهم، والآن هذا الحسنة الوحيدة من الحرب، وعلى الشعب اليمني أن يعي. ورغم ذلك طالبوا بالخمس، الشعب اليمني لن يعطيهم شيء ولا يسلهم شيء في ثروة الشعب اليمني، وعليهم أن يعرفوا حجمهم أنهم أقل من 1%، وسيعيدوا إلى حجمهم الطبيعي، وإن تفاشتهم ستزول، والشعب اليمني لن يقبل بهم على الإطلاق. وهذا الانقلاب توقع منه أن يكون تجار حروب، تجار أموال، نهب خيرات البلد، قتل الأنفس التي حرم الله إلا بالحق، الاعتداء على كل شيء. يعني توقع من الانقلابين أي شيء. أصبح معظم تجار السوق السوداء في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية هم من قيادة هذه الميليشيات، هم الآن الحوثيون وجدوا هذه المعركة أو هذا الانقلاب فرصة للتحول إلى عالم الثراء. المواطن في مناطق سيطرتهم يكاد يموت من الجوع، لا يمتلك قطرة الماء ولا يمتلك الدواء ولا يمتلك اللقمة العيش الضرورية، فيما قادة الميليشيات أصبحوا أثرياء. يديرون البلاد بعقلية السيد والعبيد، ينهبون الثروات ويغتصبون الحكم باسم الحق الإلهي، وينظرون إلى الآخر على أنه عبدا عندهم. أما الثروات فقد تم مصادرتها واغتصاب ثروات البلاد وتدميرها ونهبها،
وشعارهم الذي يرفعونه الموت ولا يعرفون الحياة. لقد تحولوا الميليشيات من قطاع طرق وبيع مخدرات وقتلة إلى تجار حروب وتجار تجارة بالأموال حق الشعب اليمني بعد ما نهبوا المؤسسات الدولة وتحولها إلى ملكيات خاصة لهم. فهذه التجار الميليشيات أصبحوا أغنياء وأثرياء، بدل ما كانوا تجار مخدرات عبر شريط الساحلي والحبوب المخدرة إلى الأراضي المجاورة لهم مثل حدود السعودية وغيرها، كانوا يهربوا المخدرات والخمور. اليوم أصبحوا تجار يملكوا مؤسسات تجارية في قوت الشعب ومصيره، وأصبحوا متحكمين بمصير الشعب اليمني وقوته. هذه الفئة التي تريد أن تعيدنا إلى ما قبل ثورة الشعب اليمني الذي هي ثورة 22 أو 26 سبتمبر، وتريد أن تعيدنا إلى عصر الكهنوت، إلى تقبيل الركب. وهذه وجهة النظر هذه الشعب اليمني يرفضها جملة وتفصيل. نحن طرحنا وضحينا شهداء من أجل ماذا؟ من أجل الجمهورية اليمنية، من أجل دولة النظام والقانون، من أجل المساواة، من أجل دولة الحقوق، من أجل دولة المؤسسات. هذا الشعب اليمني لا يمكن أن يفرط بهذه المبادئ على الإطلاق مهما كانت التضحيات ومهما كانت. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا تابعنا هذا الاستطلاع الميداني الذي عمله الزميل محمد المريسي في محافظة الضالع، وتابعنا آراء وجهات نظر الناس حول اللصوصية التي تنتجها ميليشيات الحوثي في فرض الإتاوات والسوق السوداء وبناء الأرصدة والتجارات الغير مشروعة من قوة أبناء الشعب اليمني الذي انقلبت على الدولة وأسقطت مؤسساتها. أعود إلى مأرب عبر الأقمار الصناعية مع الأستاذ حسين الصوفي. أستاذ حسين، يعني تعامل الميليشيا مع اليمنيين بهذه الطريقة بأن لهم الحق الإلهي وأن الجميع يعني خدام لهم وما يملكون هو في خدمتهم، هذه الصورة إلى أي مدى يعني ستظل حاضرة في يعني أو مؤثرة في أوساط اليمنيين، على الأقل البسطاء في هذه المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي؟ ربما أنا أتفق كثيرا، بل أتفق كليا مع ما ذكره الأستاذ القدير عبد الهادي العزعزي، وهو يرجع إلى الأصل. يعني ربما لم يكذب الحوثيون حينما كان يكتب بعضهم في بداية 21 سبتمبر 2014 بأن هذا ما يقومون به اليوم هي استعادة لحقهم الذي تم الانقلاب عليهم كما وصفوه بين قوسين في ثورة 26 سبتمبر بأنه كان انقلاب عليهم. هم الآن يؤكدون، ومنذ اللحظة الأولى يؤكدون، أنهم يعودون بأخلاق تلك الأيام الماضية، يعودون بثقافة الأيام الماضية، يعودون بما قبل بكل يعني بشاعة ما قبل 62، يقولون أن الحكم لهم وأن الشعب لهم وأنهم الذين يملكون وأنهم السادة وغيرهم عبيد. لكن هذا في زمن ربما ولى كثيرا للغاية. يعني نحن نتحدث الآن حينما يحتفل اليمنيون، وأنتم تتابعون عن كثب، حين يحتفل اليمنيون بأعياد ثورة 26 سبتمبر يحتفلون بوعي كبير جدا. يعني ربما الأطفال تجاوزوا إلى أبعد حد، يعني أن تتحدث عن أطفال ربما في الابتدائية يحتفلون ب 26 سبتمبر بطعم آخر، ربما كأنهم يشهدون وكأنهم يقولون أنهم ممن صنعوا ثورة 26 سبتمبر 1962، لأنهم يدركون عظمة هذه الثورة التي ربما لم تحقق أهدافها بشكل كامل، لكنهم يقولون أن هذه السلالة وهذه العصابة وهذا القبح وهذه الوحشية لا يمكن على الإطلاق أن يقبل بها الشعب اليمني مهما كانت التضحيات. يعني اليوم اليمنيون يقدمون التضحيات تلو التضحيات وهم عن طيب خاطر، ويعلمون أن يعني ثمن انتصارهم وثمن يعني ما يضحون من أجله كبير جدا ويستحق ذلك، لأن هذه العبثية وهذه البشاعة ربما يعني أن تنتزع منهم كل معاني الإنسانية. يعني حينما يموت الناس مثلا في المستشفيات في أمانة العاصمة ويقومون هم بتصوير الناس على أنهم ربما يعني للجوع والمرض والأمراض الخطيرة التي لم يكن يعرفها اليمنيون ربما انتهت منذ عقود عادت في عهدهم، وهم يأكلون المليارات وينفقونها عبثا على لصوصيتهم، ولم يقدموا أي ريال واحد لا لموظفين ولا للمرضى ولا لإغاثة المحتاجين. في الحديدة
نفسها الحديدة التي يعيش أبناء الحديدة ربما أسوأ الأوضاع في الحديدة فقرا وحاجة وشدة وبؤس. هذه الموارد التي تأتي من الحديدة من ميناء الحديدة تكفي اليمن، ربما لم يكن اليمنيون يعرفون ربما إلا هذه الموارد، هي من الموارد السيادية ميناء الحديدة. العالم يتكالب عليه اليوم لأنه مورد سيادي. هذه الأموال والنفقات والإيرادات التي تأتي من ميناء الحديدة لا يرى منها أبناء الحديدة ولا ريالا واحدا، بل يموت أبناء الحديدة جوعا نتيجة هذه البشاعة وهذه الوحشية. وبالتالي أعتقد أن أثر ذلك على الشعب اليمني الكل بات يدركه، وربما الاستطلاع الذي عرضتموه يلخص وعي الشعب اليمني نحو هذه العصابة. نعم. طيب أستاذ حسين ابقى معي ونشرك معنا في الحديث الأستاذ ثابت الأحمدي من مكة المكرمة. مرحبا بك أستاذ ثابت. مرحبا بك يا أخي الكريم والمشاهد العزيز أيضا. أهلا بك أستاذ ثابت. لا شك أن يعني اليمنيين خاصة في المناطق التي تخضع على سيطرة الميليشيا يعني 3 سنوات من الفاقة، من الجوع، من الفقر، بلا رواتب، بلا أعمال. لكن عندما نرى الميليشيا تدعو لحملة لدعم ما يسمى بمجهودها الحربي، نجد من يتبرع بمئات الآلاف والملايين وتقديم الدعم لميليشيات الحوثي. كيف يمكن فهم هذا الموضوع؟ أولا فيما يتعلق بالتضييق على الشعب اليمني ونهب مقدراته وخيراته والاستيلاء على رواتب الموظفين منهم، نقول العيب من أهل العيب ليس بعيب. هذه جبلة تاريخية فطرت عليها هذه الجماعة عبر الزمن، والغريب والعجيب أن تأتي بخلافه، بمعنى أن تصرف مرتبات الناس وأن تعف عن أموالهم وممتلكاتهم. هذا هو الغريب يعني. أما أنها تنهب وتتلصص إلى غير ذلك، فهذا هو الشيء الطبيعي أصلاً والمعهود عنهم تاريخياً. فيما يتعلق بالشق الآخر من السؤال عن الذين يتبرعون يعني بالأموال لهذه الجماعة، أقول هم لا يتبرعون عن طيب خاطر، هم مقصورون على ذلك قصراً وهم واقعون تحت الضغط في الغالب. وأنت تعرف رأس المال جبان كما يقال، وعادة ما يحرص الناس وخاصة التجار على أن يضعوا الريال في مكانه، لكن هذه الجماعة قصرتهم وأجبرتهم على التبرع بمبالغ مهولة جدا تصل إلى نصف الأموال، وإلا سيقضون على بقية ما يمتلكه هؤلاء التجار ورجال الأعمال. وبالتالي فهؤلاء التجار ورجال الأعمال يحرصون على ما تبقى لديهم وعلى يعني على رأس المال على الحد الأدنى، أما الأرباح وغيرها فإنها تذهب مداراة لهذه الجماعة. نعم. طيب أستاذ عبد الهادي العزعزي، فيما يخص يعني قدرة الميليشيا على إقناع الناس سواء لدعم الجبهات، سواء لدعمها بالمال، بالسلاح، بكل أنواع الدعم المالي والمادي، إلى أي مدى ممكن الميليشيا لها القدرة على التأثير والضحك ومغالطة الناس رغم كل هذا الفقر ورغم كل هذه الحاجة ورغم عدم وجود أي موارد ولا رواتب ولا أعمال؟ هذه مسألة سهلة، قوة الفكرة والسلطة الناس تدفع هذه الأموال كنوعا من الحماية لأنفسهم، هذا أولا. والجانب الأهم في المسألة أن الناس تفتدي أرواحها، هي أمام حلين، هذه قوة إرهاب ورعب. ربما من لا يعرف تاريخ الميليشيا فمن كان حي أن يقرأ ما الذي مارسته جماعة جيش الرب في الغيدة، ومن الذي مارسه خبير الحرب، من الذي مارسته عشرات الحركات في العالم التي تنتهج، وهذه أبشع أنواع الحركات في العالم. هذه الجماعة جماعة أخطاب، هي تبدأ بدفع بعض أنصارها الذين خلقت لهم مصالح يسجدون أنفسهم على التجربات بتبرعات وهمية كاذبة بهدف استهداف. هي الآن مركزة على القطاع التجاري في المدن الرئيسية، تريد أن تفتره تماماً لأنها تدرك أن المال سلطة، وبالتالي يجب أن يتم استنزاف الناس إلى درجة أن يفقدوا القدرة على الحركة والمقاومة تماماً. هذا مخطط لا علاقة له بمسألة القناعة، ولكن له علاقة بالرعب. هناك حالة من الرعب، حالة من البطش، هناك حالة من تقريب أموال الناس وممتلكاتهم. علينا أن نعي أن أغلب هؤلاء كانوا يعملون ضمن وزارة العدل وضمن وزارة الأوقاف، وهذه الثانية الوزارتين بدرجة أساسية لديهم معلومات دقيقة من خلال وزارة الزكاة أو من خلال تقسيم الموارد أو غيرها عن حجم الأموال التي يمتلكها الناس. هذه الجماعة لديها داتا محددة عن أغلب الشعب اليمني تدوسها بعناية، وهي تعرف
لا تستهدف بهذه المسائل وجمع الأموال. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا من تعز، وعودة إلى مأرب عبر الأقمار الاصطناعية مع الأستاذ حسين الصوفي. أستاذ حسين، ميليشيات الحوثي لم تكتفي بهذه السوق السوداء وشراء العقارات والتحكم بأقوات الناس والمشتقات النفطية والمواد الغذائية بجميعها، لكنها أيضا يعني مع فرض إتاوات على جميع التجار الذين لا زالوا يعملون في أماكن سيطرتهم، لكنهم أيضا يفرضون يعني جمارك أخرى، رغم أن هؤلاء التجار يجمركون في المناطق التي يعني تصل إليها، سواء كان في ميناء الحديدة أو في ميناء عدن أو الموانئ الأخرى أو حتى الموانئ البرية. يعني إلى أي مدى هذا يعني هذه الإتاوات ستشكل رافد كبير ومالي سيخدم الميليشيا في معركتها وإطالتها؟ هو الأخطر من ذلك أنهم الآن كما تابعنا جميعا يشرعون الآن، يسعون إلى شرعنة، وهي ميليشيا فاقدة للشرعية من أساسها، وكل المؤسسات التي تحت سلطتها وسطوتها هي فاقدة للشرعية، لكنهم يسعون الآن إلى شرعنة لما يسمى بالخمس، وهذه يعني ربما أكثر يعني صورة، بل صورة من الصور التي تظهر وجههم القبيح. يعني الصورة الحقيقية لهم كما ذكر الأستاذ عبد الهادي أنهم هم من كان يدير البلد، هؤلاء هذه العصابة هي من كانت تدير البلد ربما في العقود التي مضت، هؤلاء هم جاءوا فعلا من مؤسسات الدولة ويعرفون أين الإيرادات وأين أماكن الثراء، الأماكن الدسمة التي انتزعوا منها وحلبوا الدولة اليمنية ونهبوا منها كل يعني كل خيراتها، وبالتالي الآن شرعنت لهم لما يسمى بالخمس أو 20% من التجارة وأيضا من الضرائب وما تسمى بالزكاة وغيرها، هذه تضاف إلى رصيدهم، تضاف إلى جرائمهم البشعة في حق الشعب اليمني الذي يتضور جوعا، وهؤلاء يبحثون عن الثراء الفاحش. لكن النقطة الأهم اليوم التي ربما يجب أن نتوقف عندها كثيرا، لماذا يتم التعامل بتغطية، ربما تقديم تغطية أو غطاء دولي لهذه العصابة البشعة التي مارست كل الأعمال القبيحة في حق الإنسانية وانتهكت كل الأعراف وكل القوانين؟ يعني إلى الآن ربما التقارير وتقارير لجنة الخبراء تحدث بكل ربما يعني بشيء من الهول والفجيعة والخوف على يعني ما تقوم به ميليشيا الحوثي، وذكر أن أكثر من نحو 600 مليار ريال يتم نهبها خلال الربع الأول من 2018. يعني هذا التقرير الأصل أن ربما الأمم المتحدة أحيانا تصدر ربما إنذارات أحيانا وتصف أن اليمن يعيش ما بعد القيامة أو يعيش القيامة، هذا العبث الذي تقوم به ميليشيا الحوثي يجب أن يلقى ردعا من قبل المنظمات الدولية ومن قبل أيضا الدول الراعية للمبادرة الخليجية. نعم. وأيضا التي ربما الدول العظمى يجب أن توقف هذه العبثية وهذه الميليشيا الجرامية في حق الشعب اليمني. نعم أستاذ ثابت الأحمدي، لا شك أن هذه الأموال الكبيرة ورؤوس الأموال التي ظهرت الآن وأنتجتها ميليشيات الحوثي عن طريق الأسواق السوداء وعن طريق تجار الحروب الآن التي نتجت منذ الانقلاب حتى اليوم، لا شك أن هؤلاء سيكون لهم قوة تأثير داخل المجتمع حتى لو تحررت البلاد، كيف يمكن محاسبة هؤلاء وأيضا تقديمهم للمحاكمة وأيضا أخذ كل ما نهبوه من أموال الشعب؟ لا شك أن رأس المال مدر للجهل الاجتماعي كما يذهب إلى ذلك ابن خلدون في المقدمة، وأصبح اليوم رأس المال متداخلا مع السياسة وصانعا للقرار السياسي بل ومحددا رئيسيا له كذلك. الدولة القادمة بعد التحرير من الممكن أن تعود إلى السجلات العقارية للدولة بعد 2014 تحديدا لتعرف الممتلكات بعد هذه الفترة، وأيضا التجار الذين برزوا فجأة، التجار نسميهم التجار الطفيليون الذين برزوا فجأة وليسوا بيئة تجارية ولا علاقة لهم بالتجارة، أيضا يمكن ملاحقتهم عن طريق الودائع في البنوك الخارجية، البنوك الدولية تحديدا، واسترداد الأموال المنهوبة للشعب اليمني. هذه مسألة متوقفة على القائد في المرحلة القادمة وعلى بنية الدولة بشكل عام. نعم، ابقى معي أستاذ ثابت وأيضا أستاذ حسين، نتابع هذا المادة المعلوماتية عدها الزميل ودي عطى عن الحوثيين وطريق الكسب غير المشروع، ومن ثم نكمل النقاش.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وحيا الله من جديد بالأستاذ حسين الصوفي والأستاذ ثابت الأحمدي. أستاذ حسين، في الدقائق الأخيرة فقط من البرنامج، باعتقادك الحكومة الشرعية يعني إذا ما تم تحرير البلاد ستعمل على محاسبة هؤلاء، ستعمل على استرداد جميع الأموال المنهوبة، جميع ما تم نهبه خلال الفترة التي انقلبت فيها ميليشيات الحوثي وحتى عودة الدولة، أم ربما إذا ما كانت هناك صفقة سياسية يعني ستذهب كل هذه الأموال لصالح الميليشيا، وسيكون لها بالتأكيد الأثر الكبير في يعني صناعة القرار في مستقبل اليمن؟ لا أعتقد أن ذلك سيكون. أنا أعتقد أن هناك ربما الناس موجوعون ومحرقون ومقهورون، الناس ماتوا جوعا، الناس ماتوا من المرض، هذا لا يمكن أن يذهب هكذا. يعني حتى وإن كان هناك أي حلول سياسية، ونحن نستبعد ذلك لأن كل المؤشرات تقول أنه لا يوجد حل سياسي، لأن هذه جماعة لا ينفع معها أي حل سياسي، وهي جماعة محتلة، وهذا الوصف الطبيعي الذي أطلقها عليهم الرئيس عبد الرب منصور هادي في بداية الانقلاب في سبتمبر، أنهم جماعة محتلة، وهي تقوم بتعامل الشعب اليمني على أنهم جماعة احتلال، وهكذا يقومون بالتعامل، وخاصة في جانب المال والاقتصاد يتعاملون مع الشعب اليمني على أنهم جماعة محتلة. لكن أعتقد أن اليمنيون لديهم وعي كافي، وربما التقارير التي تصدر بين الحين والآخر من المحافظات، ربما من أقرب المحافظات، هناك رصد شامل لكل الجرائم بما في هذه الجرائم التي تقوم بها هذه الجماعة من خلال الثراء الفاحش والثراء أيضا الغير مشروع، والشعب اليمني لديه أعين مفتوحة ويقوم بها، وعلى الحكومة أيضا أن تعمل حسابها لهذا اليوم، يعني أن يتم ترتيب ملفات قضائية. وأعتقد أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان تقوم بذلك، وهذه الملفات ربما تجمع، ومهما كانت النتائج أعتقد أن الشعب اليمني سيصل إلى حقه وسيقتص من كل من عبث بمقدرات الشعب اليمني لا محالة. نعم، أشكرك أستاذ حسين. وسؤال أخير أيضا للأستاذ ثابت الأحمدي. أستاذ ثابت، أنت أيضا وجهة نظرك الآن، يعني إذا ما حدثت تسوية سياسية يعني للأزمة اليمن في اليمن، أو حتى تم تحرير البلاد، كل هؤلاء الذين يعني رؤوس الأموال التي تشكلت والتجار والهوامير الذي أنتجتهم الانقلاب وأنتجتهم ميليشيات الحوثي، كيف سيكون التعامل معهم في المستقبل؟ لا شك أنهم سيكونون أصحاب قرار وأصحاب نفوذ ولهم تأثير في أي يعني عملية سياسية قادمة. يا سيدي، لكل ذي عقل أن التسوية السياسية معهم لا تعدو أن تكون أكثر من طمر للجمر تحت الرماد، لا أكثر. وهذه الجماعة تغلغلت ويعني على مسمع ومرأة من المد الجمهوري والزخم الجمهوري منذ 50 سنة مضت، ما بالك وهم الآن وقد أسقطوا الجمهورية وعادوا إلى الملكية من جديد، بالتأكيد سيكون المستقبل مستقبلهم أو مستقبل هذه الميليشيات إذا ما تم التسوية. لكن الشعب اليمني والنخبة السياسية وقيادة الشرعية والتحالف الإقليمي والدولي يدرك يقينا ألا تسوية سياسية مع هذه الجماعة، ويدرك يقينا أيضا أنه لا حل مع هذه الجماعة للحسم العسكري للقضاء على هذه يعني على هذا الكيان المتمرد على الدولة، بل والمعتدي، وليس حتى كيانا انقلابيا بالمفهوم الكلاسيكي للانقلابات المتعارف عليها. التسوية السياسية لا شخص إذا تمت، أنا أقول على افتراض إذا تمت، بالتأكيد ستكون لها أضرارها الكارثية، ولكن ذلك ما لا نرجوه، والشعب والجيش وكل النخب متجهة نحو الحصر. هكذا يعتقدون أستاذ ثابت، هكذا يعتقدون، وخاصة يعني التجار من الميليشيا، بأنه يعني يبنوا كل هذه الأموال ويسيطروا عليها، ويعلمون يقينا أنه في نهاية المطاف لن يحاسبهم أحد كما حصل في المرات السابقة مع النظام السابق. لا يعني قد تتغير الموازين، صحيح قد يكونوا يحسبون هذا الحساب، لكن نقول ذلك شأنهم، وقيادة الشرعية متجهة نحو الحسم العسكري وعلى محاسبة هؤلاء المجرمين بحق الوطن، ليس المجرمين فيما يتعلق برأس المال الوطني أو بالجانب الاقتصادي فقط، بل والذين ارتكبوا جناية كبيرة في مختلف الحقوق، في الملف الحقوقي، في الملف العسكري، في الملف الأمني، في قضايا كثيرة سيحاسب الجميع من بينها الجانب الاقتصادي. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الكاتب والباحث ثابت الأحمدي، كنت معنا من مكة المكرمة، والشكر أيضا للأستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي من تعز، وكذلك للكاتب والصحفي
حسين الصوفي كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. ختام الحلقة، تقبلوا تحية معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.